فأنا في وجهة نظري واحد من أكبر الأسباب للآلام اللي إحنا فيها إساءة الإنسان استخدام حريته. فالحرية الغير مسؤولة أنا في وجهة نظري يا نزار ده أهم سبب وأكبر سبب لمعظم الكوارث اللي موجودة في العالم لو قعدنا نفكر فيه. أدي أمثلة بسيطة جدا. طبعا لازم نقر من البداية إن الله موجود وإن الله خلق الإنسان حر. ربنا خلقنا حر الإرادة، وده على رأي القديس أغسطينوس لما ناقش بدائل الخلق أفضل نموذج إن يخلقني حر الإرادة. الله عايزني أحبه بإرادتي الحرة، أجيله بإرادتي الحرة. فلأني أنا حر الإرادة أنا بقى أسيء استخدام الحرية. أنا كل يوم الصبح بقوم أقدر أقوم أروح الكنيسة أو أروح بار، أقدر أروح لشركة قديسين نصلي مع بعض، وأقدر أروح بيوت الشر، مش كده ولا إيه؟ فأنا بقول لكل مش أنت حر، ولأن أنا حر أنا باجني. أبسط شيء لو هاخد لما بقول إساءة استخدام الحرية، كلنا عارفين إن التدخين ضار جدا بالصحة. طب أنا بدخن وناس بنقول عليها في مصر عارف ما كانت تدخين، وبعدين الرئة يحصل لها والمعرفش يحصل له، أجي أرمي اللوم على ربنا؟ طب ما أنا السبب، مش أنا حر؟ صح ولا غلط؟